طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم. 14 درجة مئوية فقط متوقعة، وبالتالي الطقس بارد بشكل لافت، الملموسة 10 درجات، أما نسبة الرطوبة 89%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد الأحد في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بالحرارات التي سجلتها خلال يوم السبت، إربد 22 إلى 11، جرش 21 إلى 10، عجلون 20 إلى 10، أما المفرق 23 إلى 12. المنطقة الوسطى، البلقاء 23 إلى 13، عمان 22 إلى 12، الزرقاء 23 إلى 13، مأدبة 24 إلى 12، أما البحر الميت 30 إلى 19. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 20 إلى 11، الطفيلة 21 إلى 12، معان 24 إلى 12، الشوبك 19 إلى 12، أما العقبة 29 إلى 20. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق 26 إلى 14، الصفاوي 26 إلى 13، أرويشت 26 إلى 14. إلى اللقاء.